صمد. ايوه، وقال انا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني. هذا اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه؟ يخرجني يفرجني. حلو قوي. عيلة ابو حديده اتلمم وهجموا على الدوار. ايوه، وهب قامت العركة. اوبا، امال ايه؟ اما بعد ما قال اللي يعرف يضربطني يضربطني. وقع فيها حنجل ابو حديدة قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قالك اللي يعرف يزقلطني يضبطني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي، ايوه. قدامي. ايوه بقى، مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة ابو حديدة. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي هي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سياده القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سياده القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حاله دفاع عن النفس. لا لا، ما انتش فهمان. اخد ياخد الاكل وراح اقعد. قعدنا. ما انتش فهمان حاجه. ايوه، احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. يا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟ لا، موجوده في الدوار. في الدوار عنديهم هنا. كبير ايه؟ طيب هو قول لي يا حاج، انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلاجولو زيرو. طب واسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملت. ومن واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج، راح فين انت؟ لا ابدا، اصل انا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم. تهضم ايه؟ اهضم البتاع ده. يعني هتاكل تاني؟ بص يا حاج، مجنون انت ولا مجنون؟ 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا و... اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحديده. طب واللي يجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وعدان. ٢٢ مليون جنيه و750 ألف و18 قرش. باي عليك وعلى خلفوك. حسبتها كيف دي؟ لا حسبتها كيف ده، وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك. طلباتك. شيك مرصف ب 10 مليون جنيه. وخد بالك، خد بالك يا حاج، مفيش وقت. خلاص الوقت قزح. والوقت قد قزح، ان لم تقزحه قزحك. مش هتروح تجيب محامي محنك زي ايه؟ فاحنا لازم تسمعني الوقت كلمه موافق عشان على اساسها اقدر اتصرف في هذه القضيه الملعونه. موافق. على خيره الله، يبقى احنا كده بقى نبتدي التنفيذ. دلوقتي احنا داخلين على معركة قوية جدا، داخلين على اعداء الوطن، واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم، فاحنا لازم ننتقم. بلادي 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 ليكي حبي.
وفوا هادي قوم ورايا انا صح 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 صح. خير يا بيه؟ في من صاحب الدوار ده؟ ده دوار الحدايدة يا بيه، وانا كبيرهم. انت كبير الحدايدة؟ ايوه يا بيه. اتنشروا اتنشروا، طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايدة، ها؟ مصر الجديدة معلومة ليه دلوقتي؟ بالبانة موتها بتضايقني، تخيل بقى هعمل فيك ايه؟ ولا حركة بوشك اللي شكل أسرع عبدين ده. لقيت ايه يا عسكري انك ليه جوه في الدوار؟ مخدرات وسلاح وبجر. مش سامع. مخدرات وسلاح وبجر. اخيرا وقعت يا ابو حديده، هتاخد حكم مش اقل من 20 سنه قبل الميلاد. خلي بالك انت هتقع تحت طاوله القانون. انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديده، تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكو، انا كنت ممكن اخرجك من القضيه كلها، انما للاسف القضيه لابساك لابساك يا ابو حديده. نفسي الاقي بس كده حاجه تقول ان ده مش بيتكو. معلش انا اسف يا ابو حديده. هاتوا يا بيه البيت ده بيت عيلة وهدان يا بيه. اللي يثبت يا ابو حديدة الحجج يا ولد منك له الحجج. فين الحجج بقى؟ عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا. ايوه فين الحجج؟ اه يا بيه وريني كده، ده انا حوزة يا وهدان ده بدا. يا بيه يا لهوي على ليلة وهدان السودة. يلا رجالة بينا بينا على وهدان، جيبوا يلا اجري. وخلاصة القول يا سيادة الرئيس، بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار لموكلي حلقولو، فيصبح القتل دفاعاً عن النفس. أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية؟ سيد الرئيس، إن صدري قد اكتفى، وأترك لعدالتكم الحكم. وشكرا سيادة الرئيس. وبعد الاطلاع على اوراق الدعوة ومستنداتها، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة اليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي. رفعت الجلسة. الله براءة.